هذا ما أول مرة. هذا ما أول مرة. أول مرة. اللي قسم لكم ربنا إن شاء الله بيعطيكم. فيما بعد إن شاء الله بيكون أحسن بإذن الله. كلكم توكلوا. سجلنا في واحدة شافت من أهل الخير قالت الهين رسلت شوية قالت لا 10 نفر شفتم بسألت الهين كثير إن شاء الله سبب التسجيل هذا هو واحدة شافت قال رسلت فلوسنا إن شاء الله التسجيل ما نخاف منه إن شاء الله أهلا بك أن نسو يعني بذني أننا رأيدة أن نكون بسم الله الرحمن الرحيم والله يا شيخ نتكلم عشانكم كلكم هو يتكلم يصير شوي نحن عايشين قاعدين هنا يعني زينا زي الناس صليت على النبي والحمد لله يعني بارك الله على شعب الاثيوبيا استقبلتنا والحمد لله يعني المعيشه شويه يعني كسوريين كلاجئين يعني ويعني معنا على الضيق انه بتوسعوا قاعدين وتعرفوا الديانه بارك الله فيكم كيف في شجار بتدفوا كل يوم ولا في الشام كيف في جار؟ والله في ناس ساكنين بفندق اوتيل في ناس ساكنين اوكامبا في ناس ماخذين بيوت حسب الناس حسب الظروف حسب الظروف نعم ከዚህ ደግሞ በአጋጣሚ ሆኖ እዚህ በአጋጣሚ የተሰበሰብነው አሁን እንደነገርኳችሁ አይሻ ቤት ዛፍራ ማለት በኡስታዝ መሐመድ ዳውድ አማካኝነት አልባሳቶች ደግሞ ወደ እናንተ መድረስ ይችላሉ ማለት ነው ኢንሻአላ ስለዚህ አሁን በስማቸው መሰረት እኛ አብረን እንጀምራለን انت موجودة اللي ما موجود هنا اولاد بالسجل انت موجودة
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي عندت قريت أشياء لك بالوا كاتسر مشتينانو زي وعند رجت تنش السوم ثلاثة قدرنا زي وعقل تجين طال من ناقر دومو تنش سلام شال الناس لا فرع ما كرسوم زوم دسنا سلام على دلة بس كي سلام لو نقر بنا بسون ناقر ناقر طال إيش مريض زوجك مرضو إيش أورام يا معا زي من كاتسر أيوة طلي إلى بارك الله فيك واحد بس اللي فوق واحد بس እንግሪ መታየት በአሚን ሆስፒታል ነው አሚን ሆስፒታል ላ ኮሪያ 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 ሆስፒታል ወደ ገርጃ አካባቢ ላይ የሚገኝ አንድ ሆስፒታል አለ እዛ አካባቢ ነው በካንሰር በሽተኛ ነውና ኮሎና እና በሱ ህክምና ውስጥ ነው ያለው ወንድማችን አይዲጂ ኦኬ በከተተል እንዴት ነው የሚያደርገው በመናይት በናይት ሁኔታ ከተተል ያደርጋለው መድኃኒት ውስጥ የሚገዛበት ሁኔታ ምናምን እሱ ፍልስቡ ከመረ ቢራጀ ከመረ ቢራጀ بيمشي بالشهر والاسبوع مراجعته كيف يدفع الناس احنا الخير احنا الخير يساعدنا يساعدنا 09 09 09 29 دقيقه دقيقه هذا الامريكي اللي ارسل لك ايوه 09 09 09 29 11 50 بالعربي كلمي 09 09 29 11 11 5050 50 50